بيقول انا احيانا ارى بعض الرهبان الذين يركبون السيارات ويعيشون حياة مترفهة، فأتساءل ما المنفعة من ركوبهم سيارة والمفروض انهم في الدير. طبعا في الدير هيركب سيارة يعمل بها ايه؟ لكن اللي بيركبوا السيارة بيكون في المدن، وطبعا انتوا عارفين لو راهب يمشي في الشارع جاي يلاقي بعض الضيقات. احنا ما نحبش حد يعيش حياة مترفهة. يا ريت رؤساء الأديرة اللي معانا هنا نيافة الأنبا سربمون ياخد باله من الموضوع. لما يكونوا في الدير بيركبوش السيارة.